اهلا بيكم يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ان احنا نعمل اعلان ممول على الفيسبوك، يكون الهدف منه ان احنا نزود اعضاء الجروبات او مجموعات على الفيسبوك. فما تنساش اهم حاجه انك تعمل لايك للفيديو، ويلا بينا على طول على الشرح. بتفتح الحساب الاعلاني بتاعك وبتعمل انشاء حمله اعلانيه جديده، وبنختار هدف التفاعل، وبعد كده بنختار متابعه. بعد كده بتختار حمله يدويه وتختار متابعه. طبعا من المهم جدا ان انت تسمي الحمله الاعلانيه بتاعتك، فاحنا هنسيبها بنفس الاسم، لكن انت مهم جدا ان انت تخليها باسم مميز عشان خاطر ما تتلخبطش بينها وبين المجموعات الاعلانيه الثانيه لو انت يعني بتعمل اعلانات كتير. فبعد كده تختار التالي، فبعد كده بيدي لك المجموعه الاعلانيه برضو نفس الكلام، مهم جدا انك تغير الاسم بتاعها. بتنزل هنا عن موقع التحويل، ودي هي اهم حاجه احنا محتاجين نركز فيها، وهي انك تختار الهدف من الاعلان نفسه. فانت هتختار على كلمه تطبيقات المراسله، اختار بقى اخر اختيار وهو مجموعه فيسبوك. بعد كده بنحدد الميزانيه اللي نقدر ندفعها، ونحدد تاريخ البدء، ونحدد تاريخ الانتهاء، او ممكن تخليها مستمره. بعد كده بتنزل تختار الدوله اللي انت عاوز تختار منها اعضاء المجموعه بتاعتك، او ان انت تحدد مثلا مصر زي ما هي، او تخليها المغرب، السعوديه، كما تشاء. وتقدر ان انت تعمل جمهور باستخدام ادفانتج، او ان انت تخش على تبديل لخيارات الجمهور الاصلي، وتبدا تحدد كل حاجه انت عايزها في الجمهور اللي انت محتاج ان هو يدخل على المجموعه بتاعتك او الجروب بتاعك. تحدد السن، وتحدد الاستهداف التفصيلي اللي هي الاهتمامات، ودي طبعا حاجه مهمه جدا، لانك لما بتحدد الاهتمامات بيظهر الاعلان لناس مهتمه، بالتالي بيزيد عندك نسبه التحويل، وبيزيد عندك نسبه الاشتراك، لان كده كده الفيسبوك بيحاسبك على الظهور مش بيحاسبك على عدد المشتركين. فبناء على جوده الاعلان اللي انت بتعمله والتفاعل اللي بيتم من خلاله بتقل التكلفه، وبالتالي بيزيد اداء وقوه الاعلان بتاعك. طبعا في ايدك ان انت تحدد اللغه الخاصه بالجمهور اللي انت محتاجه، فاما انك تخليها كل اللغات، لانك مثلا لو مستهدف ناس في مصر كل اللغات، معنى كده ان انت بتستهدف الناس اللي بتستخدم فيسبوك باللغه الانجليزيه والناس اللي بتستخدم فيسبوك باللغه العربيه. فانا عن نفسي انا عادي، انا بتكلم عربي ولكن بستخدم فيسبوك باللغه الانجليزيه، فالافضل ان انت تسيب الاستهداف بشكل عام، يعني مفيش اي مشاكل. فطبعا من خانه الاهتمامات، يعني لو انت مش عارف ان انت تختار الاهتمامات، انا هسيب لك رابط فيديو في الشرح يعرفك ازاي ان انت تختار الاهتمامات، سواء باستخدام الذكاء الاصطناعي او باستخدام احد اهم المواقع اللي بتطلع لك كمان الاهتمامات المخفيه لو انت حابب انك تعمل حاجه بروفيشنال شويه. هتلاقي اللينك في وصف الفيديو او في التعليقات ان شاء الله. وبس كده بتختار بعد كده التالي. فلو وصلت لحد هنا ومعملتش لايك، ارجو ان انت تعمل لي لايك عشان ده بيفرق معايا كتير جدا جدا. نيجي لاهم حاجه، وهي صفحه الفيسبوك اللي هيكون من خلالها هنعمل الاعلان الخاص بالمجموعه بتاعتنا او بالجروب بتاعنا. ولازم طبعا حاجه مهمه جدا جدا جدا، لازم تكون صفحه الفيسبوك مربوطه بالمجموعه بتاعتنا. فلو دخلنا على فيسبوك هنختار الصفحه بتاعتي مثلا ابو عبد الله ديجيتال ماركتنج، ارجو ان انت تخش على فيسبوك وتتابعوني هناك، يعني بيكون التواصل هناك برضو افضل بشكل كبير، وبتلاقي بعض المعلومات والنصائح والتنبيهات والتحديثات اللي بتنزل بشكل اسرع شويه من فيديوهات اليوتيوب. كل الاعدادات زي ما هي، وهنا بس هتضيف الوسائط، تضيف صوره او تضيف فيديو، تكتب هنا النص الاساسي الخاص بيك، تكتب مثلا انضم الى مجموعتي على فيسبوك حصول على احدث الاخبار على سبيل المثال. ممكن نضيف صوره، اضافه صوره، اختار الصفحه. لو اخترت الصفحه بيجيب لك كل الصور وكل الفيديوهات اللي موجوده على الصفحه بتاعتك. اختار اي صوره دي على سبيل المثال، تالي فهو هنا بيبدا يحسن لك على التصميم، يقل صغره شويه يكبره شويه، بحيث انت لو حبيت تعدل اي حاجه فالافضل انك تسيب كل حاجه زي ما هي. بعد كده بتدخل هنا تختار تم، وده كده بيكون شكل الاعلان، بيكون مكتوب تحت زرار انضمام الى المجموعه، ودي طبعا من التحديثات المهمه جدا في اعلانات الفيسبوك، لان هي ما كانتش موجوده قبل كده خالص، ولكن اضيفت خلال الشهر اللي فات دوت. وبصراحه يعني انا ما جربتهاش، ولكن ان شاء الله هجربها في الاعلانات اللي جايه ان شاء الله. نيجي لاهم حاجه بقى، ان انت تختار المجموعه اللي انت هتعمل لها الاعلان. وداخل هنا مختار حدد المجموعه، وانا عامل المجموعه بتاعتي مسميها محمد ابو عبد الله، والمجموعه دي مربوطه بصفحه الفيسبوك. بعد كده بتختار نشر، وكده نكون عملنا اعلان ممول على الفيسبوك، الهدف منه ان احنا نزود اعضاء المجموعه على الفيسبوك او اعضاء الجروبات على الفيسبوك. بس الشرط مهم جدا ان المجموعه على الفيسبوك تكون مربوطه باحد الصفحات اللي عندك. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لو استفدت من الفيديو انك تعمل لايك وتشترك بالقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشوف الفيديوهات اللي فاتت هتفيد جدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.